السلام عليكم. طبعا بهذا الدرس راح نشرح عن موضوع الإليمنت. طبعا راح نعيد كيفية صناعة البروجكت بعد ما نفتح فيجوال ستوديو. بالنسبة للدرس السابق اللي ما فهمت شلون نطبقه، نروح من فايل، نقدر نختار اوبن فولدر. طيب وانا من نختار اوبن فولدر بالديسكتوب مثلا، المفروض انا مسوي فولدر هنا، وراح اقول لك كليك كيمن نيو فولدر. هالفولدر مثلا نسميه ويب سايت 2. تمام، اقول له سيلكت فولدر، هذا راح اطلع منها. اذا الفولدر صار عندي جاهز هنا، مجرد ما اقول له نيو فايل، هذا النيو اسميه مثلا اندكس دوت html، يجب ان يكون الامتداد دوت html. راح اقول انتر. اذا بهذا الشكل صنع لي فايل html. حتى اكتب الكود وانفذه، على سبيل المثال احنا بهذا الدرس راح ننفذ الاليمنت، شلون نكتب مجموعة من الاسطر وانفذهن داخل صفحة الويب. طبعا لو نجي هنا ناخذ هذا المثال البسيط، كوبي بيست. احنا قلنا عندنا دوك تايب html حتى نعرف انه هذا الصفحة html، كل تاج html المفروض افتحه المفروض اغلقه بالنهاية، الدي بادي ايضا، ويوجد داخل html تاج الهيد بهذا الشكل. داخل الهيد يكون عندي تاج تايتل حتى اغلقه بهذا الشكل. راح اكتب داخل التايتل مثلا ويب سايت 2. تمام، انا حتى اكتب نصوص داخل الموقع يجب ان استدعي داك التاج الاتش. تمام، h1 h2 h3، عندي مجموعة من التاكات اللي هي اختصارها الاتش. نجي نلاحظ هنا اللي هو التاغ نيم بالنسبة للاتش. ممكن اخلي اكثر من نص، لو نشوف نسوي الكنترول سي، خلي هنا h2، هنا h3. بهذا الشكل انا راح انفذ مجموعة من التاجات ال h1 h2 h3 h4، وهنا راح انفذ عندي نص عادي بتاج الباراجراف اللي هو البي. تمام، اسوي سيف كنترول اس، او اروح من فايل اختار سيف، اروح عندي مباشرة وين صناعة تاني هذا الفولدر، اضغط عليه تلقى الصفحة هنا، مجرد ما انفذها راح تتنفذ عندي. لو نلاحظ هنا انه مع كود ال html، خلينا نصغره بهذا الشكل، تمام. ال h1 شلون نفذ لي my first heading؟ لو نلاحظ انه ال h1 نفذ بصورة كبيرة بالنسبة للخط، بعدها ال h2 هو اصغر، h3 اصغر، h4 اصغر، وهذا صيغة الباراجراف. طبعا اكو بعد غير ال h4، اي نعم اكو h5، عندنا h6 h5. مفروض افتح التاج واغلقه ايضا، واقول لك كنترول اس، ناسي ورفرش، لاحظ انه هذا ال h5 وهذا ال h6. طبعا h7 ماكو، هو عندي الباراجراف، الباراجراف حجمه ثابت. تمام، هاي بالنسبة لعناصر الإليمنت، انه عندي مجموعة من تاجات ال h1 h2 h3 h4 h5 h6، اقدر انفذها بهذا الشكل. ممكن اكتب اي جملة مثلا علي زبيدي، لاحظ انه ظهرت لي الجملة مباشرة. اقدر اخلي انزل سطر بين سطر بسطر، مجرد ما اخلي التاج البي ار بهذا الشكل.
خلينا نسوي رفرش، لو نلاحظ انه نزل سطر. خلينا نصغر المتصفح هذا الشكل، تمام. حاليا لو ننزل اكثر من سطر من خلال تاب البيئة بعدين اسوي رفرش، راح نلاحظ ان نزل اكثر من سطر. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للاتش 1 وبالنسبة للباراجراف وبالنسبة للبيئة. هنا انه بيئة كيفية نزول السطر باستخدام البيئة، كيفية كتابة النصوص ايضا باستخدام الباراجراف. لو ناخذ هذا كوبي باستخدام الباراجراف وباستخدام ال H1. طيب اسوي لك كنترول S، اروح هنا انفذ، لاحظ انه ظهر لي باراجراف بهذا الشكل. طيب شلون نزل سطر؟ لان انا داخل الباراجراف خليت this is A وخليت تاج البي ار، فهنا هو راح ينزل لي مباشرة سطر حتى يكمل. هنا عندي البي ار اكيد بهذا الشكل، هذا الكود اللي بداخله، لذلك هنا نزل سطر حتى يكمل المحتوى. اتمنى استفاديتم من هذا الفيديو، وان شاء الله يكون واضح عندكم الكود، تقدرون تاخذوا كوبي للكود من خلال موقع الـ W3 School، راح تلقون الكود امامكم.